Bon Mario, est-ce que vous redoutez le Maroc ou pas? Non, t'as honte, je t'envoie les fous. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. احنا الوالدين ديال الشاب الشاعر الياس لاعب المنتخب الوطني المغرب. احنا كنشكروا المنتخب الوطني بزاف لانه عطاوه الفرصه وعطاوه الشانس باش يلعب معاهم هاد كاس افريقيا. هذه راه شي حاجه كبيره هذه باش يلعب معاهم كاس افريقيا، وهو بيدو راه فرحان بزاف بزاف بزاف، لاننا المره الاخرى المباراه الاخرى اللي كان لعب في انجلترا كانت قصه مسلول، وكان صحاب له كاع ما غادي يقدرش يكون واجد باش يلعب معاهم، ومشينا لعندو حنايا تما وعاوناه عقليا ونفسيا باش، لانه كان عيط لي قال لي با راه بحال والو راني مضروب بحال والو ما يعيطو باش يختار، ولكن الحمد لله حنايا فرحانين بزاف وكنشكرو المنتخب بزاف وكنشكرو حتى القناة الرياضية اللي عطاتنا هاد الفرصة هادي نهضرو معاهم ونتكلمو معاكم. كنتمنى الربح.